هاي من صور البازار، كانوا بحضروا الأشياء بالمطبخ، وهون البيع وأغاني والناس بترقص وهيك. في معلومات كتير قريبات منا بهاي المدرسة، عملوا معنا صداقة لهلأ يعني. أخبارنا وأخبار إف متبادل. شايف اصلا المدرسه اهم من الجامعه، ليش يعني دخلت خواطي جامعه خاصه وانت طلعتين من خاصه فخذتي حكومه؟ بدها دفع وثلاثه يعني ثلاثه بيد الحين. يلا خير ان شاء الله. كانت المدارس الخاصه تستخدم يعني تجيب لوحات، تجيب ألعاب، تجيب قصص، أغاني ومثل هيك، لحتى تساعدنا إنه يعني نفهم الشغلة، وخاصة تضلها جوا عقلنا من دون ما تطلع يعني. بس بالحكومة يعني إنه بفهموا بس بتنتسى يعني، كتير أشياء نسيناها بس عشان ما في وسائل تعليمية، ما في إشي يعني يرسخ كتير منيح بالدماغ. كان في أزنات بالمدارس الحكومة بس كانت تشتغل للإدارة بس، يعني كانت تشتغل تنظف مثلا قدام المدرسة، إنه عشان بس يجي حدا إنه فجأة وزير مدير التربية أي إشي، إنه تكون المدرسة نظيفة. أربع كراسة جنب بعض، كيف كنا دحشين حالنا؟ عن جد والله كنت والله بتحب مجهدة، حتى كان كتير معلومات تضايقوا من الضغط والروائح اللي بتطلع. حس ما بتتاخد نظري، لازم تتاخد عملي. نظري كنا ناخدها، بتتذكري كيف؟ اسمعي، ينزلونا على المكتبات وكل الصف على كمبيوتر عن جد، والمعلمة تشتغل عليه وخلص. بس يعني عن داتا شو يعني؟ عن داتا شو يوجونا، واخر اشي المعلمة تصير تطلب منا مشاريع وابصر ايش وعلامات. وانتو طبعا ما لكمش خبر بالمادة. مناش دخل. المدارس الخاصة تعلمت كثير أشياء، تعلمت الكرة الأمريكية، السلة والتنس وهالأشياء. بالمدارس الحكومة يعني حتى معلمية الرياضة بتيجي بتنورة، يعني ما في يعني رياضة أصلاً. بابا صار له بالكويت تقريباً 8 سنين، فاضطر إنه يسافر عشان يلحق تكاليف الجامعة ودراستها وحياتنا إحنا كمان. مش عارفة يعني، هو بابا كان رح يعمل أي شيء عشان ندرس.